السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ حنان. جيت اليوم نحضر معكم واحد الكيكه سهله وبسيطه بالليمون. كنتمناها تنال الاعجاب ديالكم. الان خليكم مع المقادير. كنحتاجوا فيها ثلاثه البيضات، جوج خمارات، كاس الماء، كاس الزيت، كاس سنيده، ليمون، انا اختاريت الماندالين للتزيين، ليمونه معصوره، الدقيق اللي غنحتاجو، الخليط ديالنا. الان خليكم مع الطريقه ديال تحضير ديال الكيكه ديالنا. كناخدو المول ديالنا، كنديرو فيه ثلاثة ديال البيضات، كناخدو هذاك الليمون اللي درنا شويه منه مع دوك ثلاثه البيضات، كناخدو الشراب، كتشوفوا ملي كنخلطوا داك البيض ديالنا مع الليمون مزيان حتى كيطلع لينا البيض ديالنا، كنزيدوا عليهم كاس تاع السكر، كناخذوا داك الكاس ديال الزيت، كنبقاو شوية بشوية مع التخلاط، كنخويش الكاس بدقة واحدة، كنبقاو بشوية بشوية وحنا كنخلطو، وحنا كنحركو مزيان. كناخذو داك الكاس ديال الماء، درت كاس الماء ما درتش كاس الحليب، كي كتعرفوا الحليب ما كيتوالمش مع الليمون، تالي كاس الماء، نبداو نديرو دقيق، حنا في وسط داك الخليط ديالنا كنديرو هادوك جوج خمارات،
نزيدو واحد شويه ديال الدقيق، خاص الخليط ديالنا يكون شويه عاقد، ما يكونش جاري بزاف، يكون عاقد شويه حيت الليمون كتعرفوا كيطلق الماء. منين ساليت من تحضير الخليط ديالي كتشوفوه كيجي عاقد، دابا غنخليكم ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير ديالها. ملي كنكملوا الخليط ديالنا كي قلت لكم نوريكم الطريقه ديال التحضير، كناخذوا هذاك الماندالين ديالنا كنقسموه كي كتشوفوا على زوج، كامل كي كتشوفوا الجوج هكا حطوا على جنب. كنجيب المول ديالي اللي غندير فيه الكيكه ديالي، المول دهنته بالزبده ورشيته بدقيق العدا وفرشت ليه الكاغيط كي كتشوفوا باش ما يلصقش ليا الليمون، ملي نكون طيب ليا الكيكه ديالي ما يلصقش الليمون. الكاغيط كيساعد على انك دغيا كتزول الكيكه من الكاغيط. شوفوا كنستفو الليمون ديالنا، كي كتشوفو كملت الليمون ديالي كله في المول ديالي. كناخدو داك الخليط اللي وجدنا، كنخويو فوق من داك الليمون، كي كتشوفو هانتوما حاول كنحاول نقاد داك الخليط في المول. انا ملي ساليت خويت الخليط ديالي فوق من داك الماندالين، غندخل المول ديالي يطيب، منين يطيب غنوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. هاي الكيكه ديالنا ملي كطيب كي كتشوفوا كنحيدوها نخرجوها من الفران، كنخليوها تبرد، كناخذوا الاناء اللي غادي نديروها فيه للطبسيل غنديروها فيه، كنقلبوها كي كتشوفوا باش قلت لكم كنديروا داك الكاغيط باش داك الليمون ما تيلصقش لينا مع داك الدقيق الزبده. ها هي الكيكه ديالنا كي كتشوفوها بالصحه والراحه. كنتمنى هذا الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وكن كما كنقول في اخر فيديوهات ديالي ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة ديالي باش ان شاء الله يصلكم كل جديد، وبصحة وراحة.